الأستاذ الدكتور صاوي أحمد، المستشار الإعلامي لمشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي. الحقيقة هي فكرة فريق التسويق دي يعني جاءت الفكرة من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، وبالأخص مشروع تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بالوحدة في منذ حوالي 3 سنوات. وبعد أن قامت وحدة المشروعات بوضع البنية الأساسية لنظم تكنولوجيا المعلومات في كثير من الجامعات والكليات، وسواء من بنية أساسية لكوابل وأسس للإنترنت والمكتبة الرقمية والتعلم الإلكتروني والتدريب عليها، لأن المردود كان يعني لا يعني قليل جدا جدا. فلما بحثوا المسؤولين في الوحدة عن الأسباب، وجد أن هناك فجوة بين ما هو متوفر وبين ما هو موجود وبين المستخدم لهذه الخدمة، وهم الطلاب والموظفون وأعضاء التدريس، نظرا لعدم تواصل بينهم وبين هذه الخدمة. وإحنا نعرف أن التكنولوجيا دائما بتبقى على اللي هم سنهم كبير مثلنا، يعني لديهم شبه معارضة منها أو عدم الإقبال، فمحتاج من يوصل إليهم الخدمة بطريقة سهلة ومبسطة حتى يقبل عليها. فجاءت الفكرة من إنشاء فريق تسويق لكل جامعة بنسميه، أو يعني ليه مسمى ليه يعني بدلا من التسويق، هو نشر ثقافة استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات المعاصرة أو الحديثة والتأقلم معها. الحقيقة الفريق ده تم اختياره بطريقة دقيقة جدا جدا، وإن من شروطه إن يكون اللي هيشتغل فيه عنده إلمام بنظم المعلومات وبأهميتها وكيفية استخدامها، وعنده أيضا موهبة التواصل الكوميونيكيشن مع المجتمع الجامعي، بحيث أن يستطيع أن يتواصل معه بأساليب يعني مرغبة أو جميلة. الحقيقة وتم اختيارهم وعمل مقابلات لهم، والحقيقة بدأوا يشتغلوا في الجامعات. واجهتهم كثير من المشاكل، عملنا لهم دورة كوميونيكيشن منذ حوالي 2 سنين. بورتال أو البوابات الإلكترونية للجامعات، عندنا أصبح في بوابة إلكترونية موحدة، اسطمبة موحدة لكل إيه الخدمات اللي هتقدمها البوابة الإلكترونية؟ البوابات الإلكترونية هتقدم خدمات، أول حاجة هتقدم معلومات عن الجامعة كلها بعضها، تدريسها بالاسلوب بتاعها كامل بكل الناس اللي شغاله فيها، يبقى عنده مرونه في التعامل قوي، ويكون عنده صبر، ويكون عنده يعني مثلا يقدر يشتغل تحت ضغط كبير ويفضل عنده امل على طول انه هيعمل حاجه، ويبقى طموح جدا عشان يعمل حاجه. هو يبقى جروب واحد، ما ينفعش واحد يقول انا اللي شغال أو تعاون أهم او انت اعمل، لازم طبعا في تعاون، لازم يبقى هو كله جروب واحد او فريق واحد، تيم واحد، يبقى عنده المقدره ان هو يشتغل في فريق وما يقولش انا، يقول الفريق، يبقى عنده برضه القدره ان هو يبقى عنده قوه في الاتصالات مع سواء مع الطلبه مع ضايع التيس او الموظفين. طبعا يبقى هادي جدا في الشغل، لانه هيقابله حاجات كتير تستلزم ان هو لازم يبقى هادي في الشغل بتاعه. ومناقشه اي تقصير من اي فرد، يعني اي فرد ما يكسبش نقول للتاني ان في مثلا تقصير من عندك من كده، او انت ممكن تعمل يعني مثلا زياده على شغلك، فده هيبقى احسن، او ده هيبقى خلينا احسن. فعلى طول لازم يكون في مناقشه اول باول، نقعد مع بعض ونقعد نتناقش ونتكلم ونشوف احنا واعيين في ايه ومش واعيين في ايه. بالاضافه برضو احنا كفريق تسويق جامعه الحلوان، احنا ممكن نقوم بشغل الناس غيرنا، فهو لو عنده القدره دي حاجه تبقى عظيمه جدا، وهتضيف لشغله تطوعي جنب الشغل بتاعه. لان احنا مثلا ممكن نروح لمسؤول جوه الكليه او جوه الجامعه يقول لك لا انا الاقي بطيء في الاجراءات، فاضطر انا اللي اجري علشان اخلص الشغل او اخلص تفاصيل الندوه مثلا اللي هنعملها، او نوصل في الاخر الاهداف اللي احنا عايزين نحققها، وهو التصوير التعليمي. ولازم برضه ينتهز الفرصه على قد ما يقدر، ان هو اي فرصه يلاقيها قدامه ما يوقفهاش، يعني ياخدها ويكبر منها، ما يعرفش بعد كده ممكن هيحتاجها فين، او هيحتاج مثلا الشخص ده يعني يتعامل مع كل الناس كويس وياخد كل الفرص ويحاول يستفيد بكل حاجه. حاجه ثانيه برضه احنا بنعملها، احنا برضه بنتعلم من ناس ثانيه في جامعات ثانيه، وبنطبق الافكار دي عندنا في الجامعه، يعني هو بجانب ان احنا ممكن نبتكر فكره معينه، لا احنا برضه ممكن نشوف فكره عجبتنا في جامعه ثانيه بنطبقها عندنا في جامعه حلوان، فدي حاجه بتضيف لشغلنا وبتضيف لفريق التسويق ان شاء الله. انجازاتها الفريق اللي هو فريق التسويق في جامعه بلد السادات، بيركز اول حاجه على اعضاء التدريس، اللي هو يوصلهم الخدمات المتاحه اللي بيوفرها المشروع،
سواء عن طريق بقى موقع الخاص بي او عن طريق العميل الرسمي او عن طريق الاكونت واليوزر نيم الاكونت على المكتبه الرقميه. برضو اشتغلنا في جمهورنا المستهدف التاني اللي هو الطلاب. عملنا عملية في الجامعة لتوزيع الإيميلات في كلية التربية العام.